برانش ماشي هعمل برانش جديد. هنعمل سامبلز اركس جافا، نبوش البرانش ده. يونت تيستنج احلى حاجه تقعدوا تلعبوا فيها، تجربوا فيها الاركس بصراحه، بس ما علينا. يعني احنا بدل ما نعمل تيستنج هنعمل هنا ايه، مين فانكشن نقعد نرنها. طيب في اول حاجه في الاركس فكره المالتي ثريدنج. اركس مش مجرد بس ان انا باكسكيوت الكود على الباك جراوند وارجع اعمل ثريد بس على كده، لا. يعني في سامبل مثلا انا عندي هنا ايه، انا اسيوم مثلا انا عندي هنا observable اسمها، انت بصيتي معانا ما كنتيش معانا امبارح في الماربل دايجرامز. طيب هوريك دلوقتي الموضوع، معلش معلش. وعايز تحوله؟ عايز الاوبجكت ده نستخدمه في السكرين بشكل مختلف. حلو قوي، ماشي. عايزين نشوف الطريقه الصح اللي تشتغل عليه. ده اوبريتور واحد هنعمله دلوقتي، انت ممكن تعمل ماب وممكن تعمل فلات ماب لو الحاجه الثانيه دي هي اوبزرفبل، بس يعني تعالى نتكلم قوي. طيب انا بس عايز اوري اسماء حاجه. بص الاسماء، انت فاكره لما بنعمل في اركس بنقول له observable دوت فروم كولابل، فهو كده ايه بياخد بينفوك الفانكشن اللي جوه دي او الكولابل ده، والريزلت دي بعد كده يبعتها في السبسكرايب، تمام؟ ففي حاجه اسمها observable فروم iterable، يعني هيبقى في ليست اوف ايفنتس هنبعتها ورا بعض. iterable دي انترفيس بيمبلمنتها الليست كلاس، الليست او الست، الجافا ليست والجافا ست بيمبلمنتوا انترفيس اسمها اتيرابل، تمام؟ فاوبزرفبل بقى تقول لك فروم ليست وفروم ست وفروم بتاع، فبتقول لك فروم اتيرابل وتديها ليست او ست، ماشي؟ فاحنا عندنا هنا ليست 1 2 3 4 في بتبعت ارقام. الاوبزرفبل فروم اتيرابل دي هتعمل ايه؟ هتاخد الارقام اللي جوه الاترابل ده اللي هو الليست او الست او الحاجات اللي جوه وتبعتهم 1 باي 1 للخطوه اللي بعدها. احنا كنا بنعمل كده دوت سبسكرايب، وساعتها ايه كاني بفور لوب. ومثلا انا بعمل مثلا برنت عشان نريح خالد، برنت ات. فانا كده ايه اللي حصل هنا ايه، ان الاوبزرفر فروم اترابل ده انا معايا ليست جاهزه اهي. تعالي نسميها هنا الاول، خلينا سورس، السورس بتاعتنا هي ليست اوف كذا، وبعدين هنا بقول له observable from iterable السورس بتاعتك الليست الاترابل سورس اللي هو الليست او الست. فساعتها بقول له ايه السبسكرايب بتاعتي ايه، هينفوكها كل ما يجي رقم، يعني كده هقول 1 يبعتها للأون نكست، 2 للأون نكست، 3 للأون نكست، 4 للأون نكست. هيفضل بيأمت ايتم باي ايتم، يعني ان هو يبعت الايتم ده للخطوه اللي بعديه اسمها امت، تمام؟ فيأمت ايتم باي ايتم لحد ما الايتمز تخلص، تمام؟ سبسكرايب دي عندنا هي مش بتاخد، يعني مش بتاخد اللامدا دي بس، احنا اتفقنا ان كل ايتم يجي هنعمله برنت. طيب سبسكرايب بتاخد 3 بارامترز اصلا. هنا ده كل ما ايتم يتعمل له اميشن ويخش يوصل للسبسكرايب هيخش في البلوك ده. لما يخلص ال9 ايتمز اللي في الليست يناديها 9 مرات، هيخش هنا ينادي ايه الكومبليت، دي كده اسمها اون كومبليت. الخطوه دي اسمها اون كومبليت. معايا لحد كده؟ السبسكرايب بيشتغل بالشكل ده. طيب اللي في النص ده مين؟ اللي في النص ده لو في ايرور حصل، يعني اللي بدا مثلا كل ايتم من دول مثلا مش ايتم، هو زي مثلا ده دي ميثود بنفوك الميثود، يعني ليست اوف كوماندز، مش كنا لسه بنتكلم عن كوماند باترن. فتخيل ان دي ليست اوف كوماندز، وكل ما يتريد بيعمل اكسكيوت للكوماند دي، تمام؟ حصل كراش، حصل كراش في اي خطوه في اركس عموما، هتخش لك في الحته دي ويجيب لك الكراش. فانا ان دوت برنت ستاك تريس ده هنا بيجي كراش. فلو مثلا سي ان انا الفروم اتربل دي او الاوبزرفبل ده بيبعت بيأمت مثلا 3 ايتمز، الثاني ايتم وهو بيبعته حصل كراش، او في خطوه في النص لسه ما دخلناش في الخطوات في النص دي يعني واحنا شغالين حصل كراش، كل الدنيا هتقف وهيجي لك في الحته دي يقول لك الكراش حصل. تمام؟ اكبر مثال على كده ايه؟ لما اقول له مثلا ان انا عندي ريتروفيت اي بي اي، فاجي اقول له مثلا هنا اجي اقول له ريتروفيت هو مش فيزبل في اللير دي. بعدين طيب فاتفقنا كده الفروم اتربل دي بتعمل ايه؟ بتلف على الاتربلز اللي جايه ايتم باي ايتم بتاعتهم ايتم باي ايتم. في عندي حاجه مثلا اسمها فلتر. انا يهمني تبقي ايه؟ تعرفي تقري الدايجرامز دي، لان هي دي اللي هتعرفي تفهمي بيها بقيه الاركس جافا. يعني حتى لو ما طلعتيش مني انك فاهمه ايه الفلتر، على الاقل يهمني تطلعي من هنا فاهمه ايه اللي مرسوم ده. ماشي؟ المرسوم ده معناه ايه؟ الخط اللي فوق ده هو الابستريم او الايتمز اللي جايه للميثود اللي اسمها فلتر دي، الايتمز اللي قبل ما تخش في الفلتر فانكشن. تمام؟ فده بنسميه الابستريم. هو احنا الاركس جافا بنسميها ستريم. فده الابستريم، ده الايتمز اللي هتخش للفانكشن اللي اسمها فلتر. وده الداون ستريم، ده الايتمز اللي هتخرج بعد الخطوه بتاعت الفلتر. مش انا حاطط الفلتر هنا في النص، يعني انا فروم اتربل وبعدين فلتر وبعدين سبسكرايب. فالاب ستريم ده الايتمز اللي جايه من الفروم اتربل. في مشكله او حاجه؟ طيب الداون ستريم ده الايتمز اللي خارجه من الفلتر ورايحه للسبسكرايب. ماشي؟ معايا لحد كده؟ طيب الرسمه دي معناها ايه؟ بيقول لي ان انا افترض ان احنا عندنا الاب ستريم او الحد اللي فوق الفلتر، الخطوه اللي فوق الفلتر هتبعت كره حمراء وبعدين دايموند اصفر وبعدين خضراء، هتبعت شكل من دول وبعدين ايه؟ يخلص، ينادي الاون كومبليت بتاعه. ده اللي قبل خطوه الفلتر. ففلتر هنا بيقول ان انا اللي جاي مش هيعدي غير الكور المدوره بس. ده مش كود، احنا مش بنتكلم في كود، احنا بنتكلم في لوجيك دلوقتي. تمام؟ فشكل الداون ستريم اللي بعد الفلتر ايه؟ ان انا هيتبعت الكره الحمراء والكره الزرقاء، والباقي ده كله مش هيعدي. معايا لحد كده؟ ايه بقى الدايره البيضاء دي او الفلتر دي تترجم في ايه؟ في ان دي فانكشن بترجع ترو او فولس زي التيك اف كده بالظبط. فلو هو اللي معدي في الفلتر ده الايتم اللي داخل، لو هو اف ان هو مدور ريتيرن ترو، فساعتها ايه؟ هيكمل في الداون ستريم. لو مش مدور فهيرترن فولس، فمش هيكمل في الداون ستريم. طيب فاحنا سيبنا احنا عايزين نعدي هنا اللي اكبر من 4. ماشي؟ عايز فمش عايزين سبسكرايب دي ما يوصلها الارقام اللي اكبر من 4. مش هنتكلم في ايفن واود عشان دي صعبه على ناس. ماشي؟ فساعتها الفلتر دي هيبقى هي بتعمل ايه؟ هي بيجي لها الاب ستريم ايتم او النمبر اللي جاي من اب ستريم، وبيستنيه بقى ان انا ارجع له يا ترو يا فولس. تمام؟ فانا ساعتها هقول له ان الاب ستريم ايتم دي تكون اكبر من 4. هو كل اوبريتورز ارك جافا بتاخد معظمهم يا اما فاليو عاديه يا اما فانكشنز، بس معظمهم بياخدوا فانكشنز. فالفلتر دي بيحصل ايه؟ ان الايتم اللي داخل من الاب ستريم ده لازم يكون اكبر من 4، فساعتها اللي هيعدوا للسبسكرايب دي مين؟ 5 و6 و7 و8 و9. هينفوك دي 5 مرات وبعدين يقول له ايه؟ كومبليت، ينادي كومبليت. معايا؟ طيب سي مثلا دي فانكشن اهو في النص، الفلتر ده فانكشن. لو انا جيت عملت ثرو ان سبورتد اوبريشن اهو، يعني عملت ثرو unsupported operation exception او الفانكشن دي رمت اكسبشن، فساعتها الاكسبشن ده هيجي لي بقى فين؟ هيجي لي هنا. دي خطوه في نص اللي بعملها، ضربت اكسبشن فساعتها ايه؟ هتجي لي في المنطقه دي ومش هينادي ده. يعني لو مثلا اكسبشن ده مثلا كان في ثالث ايتم، فهينادي الاون نيكست مره 2 وبعد كده يخش لي في الاكسبشن، مش هيخش بقى في الانكمبليت. هو ما قفلش طبيعي فمش هيخش في الانكمبليت. معايا لحد كده في ازاي السبسكرايب دي شغاله؟ وعرفتي شويه يعني ايه الماربل دايجرامز دي شغاله ازاي. طيب تعالي نبص على ماربل دايجرام تاني. لو جاي نقول له على الماب، دي الرخامه دي، تقدري كده تقولي لي الماب دي بتعمل ايه؟ اللي هما الايه؟ الابستريم، اللي هو اللي هيجي، اللي هيجي من فوق. اه حولي الشكل ده، السيركل دي للشكل التاني بالظبط كده. هو حولهم بعددهم بنفس الوانهم، ايوه، للداون ستريم بقى. فمعنى كده ان لو انا الماب دي تحتها فلتر، فاللي داخل للفلتر بعد كده هيبقى المربعات دي، مظبوط؟ فهي بالظبط هي الماب كل فكرتها ان هي بتاخد الحاجه وتحولها. انا الماب دي داخلها ارقام، فانا ممكن اقول له ات دوت تو سترينج فاحولها لسترينجز. معايا لحد هنا؟ طيب احنا تقريبا هو ده الكلام اللي احنا عملناه امبارح باختصار كده. هنعمل بقى تعرفوا شايفين اوبزرفبل دي الاول، دول اسمهم اوبريتورز. الماب والفلتر والحاجات دي اوبريتورز، بس في فانكشنز بتكرييت الاوبزرفبلز زي الفروم كولابل والفروم اتربل. الفانكشنز دي في منهم حاجات تانية بقى، يعني الجاست دي معناها ايه؟ الاوبزرفبل ده اللي هيخش هو الايتم اليتيم ده بس، واعمل عليه الخطوات الجايه. تمام؟ انا عايز اوصل لواحد معين. انا ما اعرفش الكلام بتاع العربي بيقعد يهنج. مش فاهم في ايه في ال طيب تعالوا بقى نعمل حاجه معينه. تعالوا مثلا انا ممكن اديكلير كذا اوبزرفبل واتحكم فيهم. بمعنى ان انا مثلا عندي هنا انا بس دي اسمها مترينج، خلينا المترينج ده بعدين. طيب انا هقول مثلا انا عندي هنا بالمناسبه الاوبزرفبل بتاع ريتروفيت هو بيرجع لي ريزلت واحده صح؟ فانا ممكن اسيميليت ريتروفيت بفروم كولابل. يعني مثلا اقول له مثلا انا عندي هنا مثلا انا عندي هنا ريسبونس 1 ايكوال اوبزرفبل فروم كولابل، ان انا عندي فانكشن هتعمل حاجه مثلا thread dot sleep noisy. يونت مين يا ابني؟ ما قلت لك انت يا حبيبي. ايه؟ مالهاش علاقة، مالهاش علاقة. يوز كوتلن انت انستد. ماشي انا اسف. طيب ما علينا. انت رخم. طيب ما علينا. طيب انتوا عارفين فروم كولابل دي يعني اوبزرفبل هياخد فانكشن ويكسكيوتها ويرجع الريزلت بتاعتها. معايا لحد هنا؟ فانا عندي هنسيموليت ان دي اي بي اي ريكويست هيرجع لي ريسبونس، فساعتها الفانكشن دي عباره عن ريتروفيت كول. هي انترنالي ريتروفيت ممكن تبقى شغاله كده انترنالي يعني. فهو مثلا انا عندي هستنى ثانيه لحد ما الريزلت يجي لي من السيرفر، وبعدين ارجع الريزلت 1. تمام؟ response to observable from callable string انا عندي دي ريكوست وترجع لي انتجر 1 وريكوست بترجع لي سترينج 2. طيب الاول بس في حد عنده مشكله في فروم كولبل دي قبل ما اكمل؟ انت مجمع لي ايه فروم كولبل؟ الفانكشن دي هو هيرجع ريزلت فيها في الستريم بس هينزلها دي للداون ستريم بتاعه ونفس الحكايه. طيب اركس جافا بتديني بقى فكره ان انا اقدر اجمع اوبزرفبلز مع بعض باشكال مختلفه. في حاجه اسمها زيبنج، في حاجه او زيب، في حاجه اسمها كونكات، في حاجه اسمها في حاجه اسمها ميرج، بس الميرج لازم يكون نوع معين. فخلينا نتكلم الاول في الزيب. ايه فكره الزيب؟ الزيب ده بيقول ان انا عندي ده اي بي اي ريكوست او ده اي بي اي ريكوست 1 او ريتروفيت اي بي اي 1، وعندي هنا ريتروفيت اي بي اي 2، اثنين اي بي ايز. مش ريتروفيت بيرجع لي سنجلز واوبزرفبلز، فنفس الفكره انا يعني اي بي اي عندي هنا اي بي ايز، انا عايز استنى لما الاثنين اي بي ايز يرجعوا عشان اخد اكشن معين. ففي اوبريتور اسمه زيب. زيب ده بياخد الاثنين اوبزرفبلز او الاثنين اي بي ايز، وساعتها بياخد فانكشن اسمها زيبر فانكشن. هي لما الاثنين يخلصوا، ولو تاخدوا بالكم ده بيسليب ثانيه وده بيسليب ثانيتين، لما الاثنين يخلصوا هيجوا لي بعد كده عشان اقدر اشتغل بيهم. فانا ممكن اقول انا اوبزرفبل دوت زيب، والزيب ده ممكن ياخد اكتر، يعني ممكن ياخد لحد 9 اوبزرفبلز، يعني ممكن ياخد ليست اوف اوبزرفبلز. فهنا هديله ريتروفيت اي بي اي 1 وريتروفيت اي بي اي 2. زيبر فانكشن عندها مشكله مع كوتلين في السنتكس، فاستحملوا السنتكس الغبيه بتاع الفانكشن في الاخر دي. بقول لكم استنى انا هحط لكم في ليست، مش هطرحها من عايز واحده ما تقعدش تقرفني في الكومبايلر بتاع كوتلين رخم في زيب دي بالذات، ما بيفهمش الفانكشن في الاخر. اهي ماشي، عايز محتاج ان انا اقول له كده بالظبط. طيب بديله هنا اول اوبزرفبل واديله تاني اوبزرفبل وبديله السترينج، وساعتها انا هرجع منهم بقى ايه؟ هرجع منهم مثلا، هرجع منهم اي، هرجع منهم فاليو مثلا، هرجعهم الاثنين از داتا كلاس ريزلت. ده بياخد فال انت فال string. بيرجع لي هنا الفاينل ريزلت بتاعي. ايه بالظبط؟ فكده هروح انا عامل انا هيرجع لي هنا ال انتجر ريسبونس، دي اول ريسبونس، والسترينج ريسبونس، وساعتها هروح مرجع هنا فاينل ريزلت لكن لازم اوريكم لكم في الجافا ارحم. انا لو شلت ده كده بيضرب، فلازم احط لازم احط دي كلها. هقول لك دلوقتي ده الكلاس، فاكره لما نقول له اوبزرفر قبل اللامدا؟ فاكره لما كنا بنوبزرف في اللايف داتا هو ما بيبقاش قادر يترجم الفانكشن دي اوتوماتيكلي في كوتلين. محتاج ان انا اقول له الفانكشن دي ايه التايب بتاعها بالظبط، زي الاوبزرفر بتاع اللايف داتا كده بالظبط. فزيب اوبريتور عنده نفس المشكله، ان انا لازم هنا اقول له انا عندي فانكشن بتاخد انتجر اللي هو الريزلت بتاع اول واحد، وبتاخد string اللي هو الريزلت بتاع تاني واحد، وهترجع لي الفاينل ريزلت ده الايه اللي هيروح للداون ستريم بقى بعد كده. فاللي بيحصل هنا في الخطوه دي ايه؟ زبده عمل ايه؟ انا ما اعرفش عملنا امبورت ليه كده، عايز دكتور طبيعي. زبده كده عمل ايه؟ اخد observable اللي هو اي بي اي كول، هو لسه مش ما عملهاش اكسكيوت، هو واخد ريفرنس ليها بس، واخد observable تاني، وبعد كده راح بيقول ان انا لما اسبسكرايب عليه هيكسكيوت الاثنين ويرجع لي الريسبونس الاولانيه هنا والريسبونس الثانيه هنا، فانا اعمل بيها اي اكشن انا عايزه. فلما اجي بعد كده اقول له دوت سبسكرايب، الاقي الايه اللي جاي لي في الاخر هو الفاينل ريزلت بتاعي، اللي هو الفاينل ريزلت الاوبجكت اللي اسمه فاينل ريزلت اللي هو فيه الانت والسترنج ده. طيب انا هستفيد بده في ايه؟ ان انا عندي على اليو اي بفتح، اول ما بفتح السكرين محتاج الود اي بي اي للحته اللي فوق، واي بي اي للحته دي، واي بي اي للحته دي، واي بي اي للحته دي. اعمل زب للناس دي كلها واشو لودنج. اركس جافا هتهندل لي كل الناس دي مع بعض، وفي الاخر تجيب لي هنا، هو ده ما بياخدش اثنين بس، انا ممكن اخد هنا ياخد 3 ويبقى دي اسمها فانكشن 3، وياخد هنا جينيريك تايب ثالث، او ياخد 4 أو 5. كان هو الابلود الفوتوز كل فوتو ايمج واحده بيجيب لها ابلود بريكوست واحد، بريكوست ابلود واحد، بعدين 3 4، وبعد ما يخلص كلهم بعد كده يعمل بقى يعمل سبميت بقيه الداتا. حلو تمام. تقريبا هي عملتها بتزب، بتعمل تزب سهلك الموضوع ده. ايوه بالظبط كده، كانت اخد ليست اوف اوبزرفبلز تقريبا، وبعد مظبوط هي بترجع لك ليست اوف اوبزرفبلز، وفي الاخر بتاخد مستنيه منك في فانكشن في اخر بارامتر في الزب دايما فانكشن بيديك الريزلتس وايه، او ليست اوف اوبجكت اري، يعني لو انت عامل ليست اوف اوبزرفبلز ومستني منك الريتيرن تايب اللي تكملي بيه بعد كده. فانا هنا ممكن اعمل برنت اللي هو ايه دوت سترينج مثلا، اللي هو الفاينل ريزلت ده، الفاليو دي. التايب فاينل ريزلت ده اللي بص شايفه احنا هنا اللي حصل. الميثود دي بتاخد ايه البارامترز بتاعتها؟ اول حاجه observable اوف تايب حاجه، وobservable اوف تايب حاجه ثانيه، وفانكشن او باي فانكشن اوف التايب الاولاني والتايب الثاني، وتايب وايه الريزلت بقى الاكسبكتد ريزلت تايب. واحده مرجعه انتجر، واحده مرجعه سترينج اهو. فانا عملت اوبجكت جديد بيرجع الانت، بيمرج الانتجر والسترنج مع بعض. كلاس ده كلاس اسمه، ده كلاس يعني كلاس كاستم كلاس بتاعنا. اوبجكت بدل الانت دي حطي اي اوبجكت انت عايزاه، بدل السترنج حطي اي اوبجكت انت عايزاه، مش مشكله اهو. ثاني اهو هنا داتا كلاس فو فاليو، انا ليست يعني اي حاجه بقى، يعني اوبجكت اي حاجه. عايز ايه؟ ماشي ريسبونس 1 خلاص. ده كلاس هو اسمه ريسبونس 1 في داتا بتاعت ريسبونس، وده كلاس تاني اسمه ريسبونس 2، دي مش بريمتيف زي، وفي هنا سترينج، وده فاينل ريزلت شايل ريسبونس 1 ريسبونس 2 مثلا، او خليه بانتجر يعني ده فاينل ريزلت. انا رجع لي 2 ريسبونسز، انا عايز الفاليو اللي جوه الريسبونس الاولاني والفاليو اللي جوه الريسبونس الثاني. فممكن اعمله ان انا بقول الاوبزرفبل دوت زيب، وخد اول واحده اللي هترجع لي هنا ريسبونس 1، وده هنا هيرجع لي ريسبونس 2، والراجل ده هنا بياخد، شايف اهو كده الاوبريتور ضرب لانه عارف الجينيركس دي مش بتماتش الريتيرن تايبس، فاجي اقول له ان انت هتاخد عندك دول، واول حاجه هتجي لك هي ريسبونس 1 وهنا ريسبونس 2 ساعتها. هنا الراجل ده ياخد ريسبونس 1 دوت فاليو وريسبونس 2 دوت فاليو. حطي بقى اللوجيك اللي انت عايزاه. وبعدين هنا لما تيجي تعملي مثلا، هي تيجي تقولي له مثلا عايزه تعملي بقى الخطوه اللي بعدها، تقولي له مثلا دوت ماب، فساعتها هو جايب لك في الايت هي الفاينل ريزلت اللي تقدري تلعبي عليه. عايزه مثلا تقولي له ماب هات لي الانتجر، وبعدين مثلا دوت فلتر ان الفلتر ان الانتر اللي راجع ده مثلا اقل من 5 مثلا. تمام، وبعدين تيجي تبرنت هنا الريزلت. الريزلت دلوقتي بقت ايه؟ الريزلت ده هينادي سبسكرايب في حاله ان انا الريزلت اللي رجعت دي، انا دلوقتي رجع لي فاينل ريزلت اوبجكت من 2 ريسبونسز. انا عملت ريسبونس 1 وريسبونس 2، وبعدين اديته الفانكشن اللي بيقول له لما يرجع لك ريسبونس 1 وريسبونس 2 حط اعمل لي حاجه اسمها فاينل ريزلت، وبعدين انا عايز الانتجر اللي في فاينل ريزلت مثلا. وبعدين هنا بقول له فلتر لو الفاينل ريزلت الانتجر بتاعها اقل من 5، فساعتها برنت الفاليو دي. انا بس عايز اشيل التايمرز ده عشان افرض لكم الكود ده على المين في المين ميثود، علشان ايه؟ عشان الثريدنج السليبنج هيعمل مشاكل، خليه ما يخلصش، يعني مش هيبين لكم الريزلت. المين ثريد هيقفل قبل ما الحاجات دي تخلص. اول ما تقول سبسكرايب كل ده هيكسكيوت، من غير سبسكرايب مفيش حاجه. لو انت عايزه في اكتيفيتي اوف فريجمنت ومحتاجه تكنسلي نفسك، مش عايزه يرفوك السبسكرايب دي، يرفوك السبسكرايب دي في لايف سايكل ايفنت. هو كده كان لازم، يعني هو بيرجع ديسبوزبل، لازم تاخد الديسبوزبل ده وتعمله ديسبوز في نقطه ما. بس المابينج والفلترنج ما لهمش معنى لانه مش هيوضح ان احنا عملنا حاجه، فانا بس هشيله لكم من هنا. طيب جمعتوا فكره الزيبنج؟ ان انا عندي 2 اوبزرفبل او اكتر من 2 3 4 اوبزرفبلز، وهستناهم لحد ما يخلصوا ويجوا لي، وبعدين ايه مثل ايتم. طبعا لا، مش شرط الزيبنج، مش شرط الزيبنج. في الاخر هو هيجيب لك الريزلتس كلها مره واحده. هو لازم في الزيب هو لازم كلهم يرجعوا ريزلتس، فيروح ايه منادي الفانكشن بتاعتك. ماشي؟ ماشي. لو انت بيلود، معلش تاني، معلش انا اسف، اللي هو بيلود ايه؟ دلوقتي انا بيعمل ابلود للصوره على امازون، مش عارفه ايه، ورجعني اليو ار اي ده المخلوق، وعامل حاجه تمام. تمام. لا، ده انت الزيبنج بيعمل كذا واحد مع بعض، مش ورا بعض. اللي ورا بعض ده فلات مابنج. الفلات ماب هي اللي بتعتمد على الريزلت اللي قبلها. نخش في فلات ماب تاني، اصبري. بس الزيبنج مش الكيس بتاعتك. ماشي. ماشي. انت قلت له ان ده الابلود بتاع اول ايمج، اول بارامتر، وده الابلود بتاع تاني ايمج. فهيجي لك في اول بارامتر اول فاليو هو اول ريسبونس، وتاني فاليو هو تاني ريسبونس. فانت لو دول 2 ابلود ايمجز، فهيرجع لك هنا الريسبونس بتاع اول ابلود ايمج والريسبونس بتاع تاني ابلود ايمج. هنا 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 التايبس دي العدد، يعني التايبس دي بالترتيب بتاع الديكلاريشن، مش مين اللي خلص الاول. عندي كان ليست، ما هو في هنا زب دي ليها فيرجنز كتير، منها بياخد ليست اوف اوبزرفبلز وبيرجع لك الفانكشن بتاخد ليست اوف، يعني الفانكشن بتاعتك هتاخد ليست اوف يعني ليست اوف ريسبونسز. بالظبط نفس بينطبق كله على بعضه، لو انت حاطه ليست بكذا هيرجع لك ليست بنفس الترتيب، كله بينطبق. هو ملوش علاقه بمين قبل مين في السرعه، هو له علاقه في الديكلاريشن، انت عملتي ديكلير لمين الاول، فساعتها وانت بتديكلير الفانكشن بتاعتك انت عارفه ان اول واحد ده الاول اوبزرفبل، ثاني واحد ثاني اوبزرفبل، ثالث واحد ثالث اوبزرفبل، وهكذا. طيب انا ما اعرفش هو هنا مش عايز يران ايه الايرور اللي عايزها، مش فاهم، بس يعني المفروض ان هو ده يران طبيعي بعيدا عن ال ران طبيعي incomplete او عمل incomplete. انا عايز print len. هو دول تحتهم؟ لا يعني انا مش قصدي على دول، معلش. يعني هنا خلص، هنا عمل الاوبزرفبل الاولاني، الاوبزرفبل الثاني، وبعدين دخل في الفانكشن دي جمع الاثنين في فاينل ريزلت اوبجكت، وبعدين عملت برنت للاوبجكت ده، فساعتها ايه عملت برنت الاوبجكت ده. طيب حلو، نيجي بقى نخش في الاوبريتور الثاني. انا في عندي كول ديبندنت على مثلا ريتروفيت اي بي اي، ريتروفيت اي بي اي دي بتاخد variable وبترجع لي observable، مظبوط؟ طيب بص كده الدوكيومنتيشن ده بتاع رب صبرني. بص المنظر ده كده، انا دلوقتي ده الابستريم بتاعي جالي فيه فاليو 2 3، فدخلت هنا الفاليو دي اخدتها وطلعت منها اوبزرفبل في 2 ايتمز، او اوبزرفبل في ايتم واحده لو فتحت ريتروفيت اوبزرفبل في ايتم، فساعتها الاوبريتور ده جمع لي، يعني ده دخل عمل اوبزرفبل في 2 ايتمز، وده دخل عمل اوبزرفبل في 2 ايتمز، وده دخل عمل اوبزرفبل في 2 ايتمز. كون كانت ما بتجمع الايتمز اللي جوه دي كانها الريزلت بتاعت الاوبزرفبل الاصلي، فانا في الداون ستريم بتاعي مش بيرجع لي الاوبزرفبل اوف 2 ايتمز، بيرجع لي الايتم الاولاني والايتم الثاني بتاع الاوبزرفبل. مش انا ريتروفيت فيها ميثود بتاخد بارامتر وترجع لي اوبزرفبل في ريزلت، ماشي؟ انا دلوقتي ده البارامتر اللي رايح في الميثود بتاعت ريتروفيت، انا في ستريم فعملت حاجه رجعت لي في الابستريم بتاعي البارامترز اللي هديها للريتروفيت ريكويست، تمام؟ فالفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتاخد ريتروفيت بارامتر وترجع لي اوبزرفبل في ريتروفيت ريسبونس. مش هي ميثودز ريتروفيت بترجع اوبزرفبلز، تمام؟ الاوبريتور ده بيخلي الاوبزرفبل اللي رجع ده ايه؟ يقمت بقى ايه؟ الايتم اللي جوه الاوبزرفبل اللي هو الريسبونس. يعني انا باكسبكت ان انا لما انادي ريتروفيت هترجع لي اوبزرفبل اوف ريسبونس، لو دي ماب فانا كده هعمل ايه؟ هبقى هكمل الخطوه اللي بعدها، هيبقى يجي لي في الخطوه اللي بعدها اوبزرفبل اوف ريسبونس، وبعديها اوبزرفبل اوف ريسبونس تاني، اوبزرفبل اوف ريسبونس. لا الكونكات ماب والفلات ماب والناس دي هو بيرجع لي اللي جوه الاوبزرفبل ده عشان اكمل عليه. فهنا اخد البارامتر عمل اكسكيوت لريتروفيت ميثود رجعت لي اوبزرفبل في 2 ايتمز، فساعتها نزل لي اول ايتم اول ريسبونس وبعدين تاني ريسبونس، باعتبار ريتروفيت هي فيها ريسبونس واحد فيبقى ريسبونس واحد، وبعدين دخل تاني بارامتر عمل ريتروفيت كور رجع لي اوبزرفبل فيه بتاع اخضر، فراح ايه في الداون ستريم اداني الريسبونس الخضر على طول، ما ادانيش اوبزرفبل اوف ريسبونس الخضر. نفس الحكايه في الريسبونس اللي بعدها، البارامتر الازرق رجع لي اوبزرفبل فيه ريسبونس ازرق، فطلع من الاوبريتور ده ايه؟ الريسبونس على طول، مش الاوبزرفبل اوف ريسبونس. فالكونكات ماب والفلات ماب والسويتش ماب، كونكات ماب والفلات ماب هو بياخد ايتم وبعدين يروح يعمل يكسكيوت فانكشن بترجع اوبزرفبل او سنجل زي ريتروفيت، وبعدين في الخطوه اللي تحتها يجي لك الريسبونس اللي جوه الاوبزرفبل ده. فاهم الفكره؟ تعالوا نطبقها عملي، ماشي؟ طيب فباكن فلات مابينج هو ادفانس توبيك شويه، فاللي يعرف يجمعه في يوم او في يومين يبقى عبقري بصراحه. انا شخصيا قعدت تقريبا شهر افهم فيه عشان نبقى واضحين. لا على فكره انا خريج تجاره، انا راجل غلبان، ما تقيسيش نفسك بيها خالص. طيب فانا مثلا عندي هنا فانكشن بتاعت ريتروفيت مثلا، ريتروفيت اي بي اي كول 1 دي بتاخد انتجر، ماشي؟ وبترجع لي observable عندنا الريسبونسز اللي عملناهم نستخدمهم، بس تكتب بس ريسبونس 1 انترنال. يبقى انتوا مش مهم ان هو ريتروفيت كول، هو ريتروفيت مش ده السيجنتشر بتاع ريتروفيت كول صح؟ هو تاني يبقى سنجل يعني، بس احنا هنشتغل اوبزرفبلز عشان بدل ما اكتب لكم سنجل في اكزامبل اوبزرفبل خليكم في اوبزرفبل، الكونسبت واحد في كله. فانا هنا ريتيرن اوبزرفبل، هضحك عليكم بقى واقول لكم اوبزرفبل بس ربنا يسهل ويكتب، مش فاهم في ايه. طيب observable مش احنا قلنا جاست دي اللي هي observable emit item واحد وخلاص على كده، فانا هنا يعني احنا ريتروفيت فاقول له observable دوت response 1 وبياخد الايه البارامتر ده. هو ده مش انت ده بتاع جافا، انا ما اعرفش كل شويه بتاع جافا. في مشكله لحد هنا في الريتروفيت كول دي؟ عشان ده جافا كلاس، هو عايز كوتلين كلاسز، ماشي؟ ريتروفيت اي بي اي كول 2 وده بياخد سترينج وبيرجع لي ريسبونس 2 وبيزود ريسبونس 2. في مشكلة؟ جاست. طيب فانا هنا الراجل ده دلوقتي هنا في الفلات ماب انا عايز اقول له ايه؟ ريتروفيت اي بي اي كول 1 ورجع لي وخد البارامتر بتاعك اللي هو ايه؟ معلش انا عايز اعمل بس حركه عشان نسويتش البارامتر بتاع، يعني الريزلت بتاع ده يتحط في البارامتر بتاع اللي بعديه. انا هسويتش الريتيرنز بس معلش. لكم خليهم زي ما هم، نعملهم بالترتيب. احنا عندنا تلات ريتروفيت اي بي ايز هنشينهم مع بعض. observable of integer ماشي. فانا عندي اول كول اللي هو retrofit api call 0 المفروض دي هترجع لي انتجر، عايز استخدم الانتجر ده علشان انادي بيه retrofit api اللي بعدها اللي هي بتاخد الانتجر ده وترجع لي result 1، فاقول له هنا دوت flat map retrofit API call 1 دي بتاخد الانتجر، بتاخد الات. بصوا كده الخطوه بعدها احنا معانا ايه دلوقتي؟ الات دي عباره عن ايه؟ ريسبونس 1. انا ما رجعليش لو قلت له ماب هيرجع لي اوبزرفبل اوف، هو هياخد بقى الريزلت بتاعت الميثود دي ويرجعها لي على طول. لا، لما قلت له فلات ماب او كونكات ماب، الفرق بس في الكونكات ماب بتحافظ على الترتيب، فلات ماب بيرجع لك هو خلاص انت بتقول له في الفلات ماب انا خد الاوبزرفبل اللي بيأمت الايتم الفلاني، فبيجيب لك الايتم من جوه عشان تكمل عليه. فاهم الفكره؟ كل واحده في خطوه لوحدها، يعني لو انا عندي ايتربل بيديك كذا حاجه، فساعتها انت ايه هيديك يمشي الخطوه، يعني كل واحده هتمشي في الستريم لوحدها لحد ما النكست. احنا اتفقنا هو لما اميت كل خطوه من دول بتنفذ على الترتيب على كل اميتد ايتم. احنا لحد دلوقتي بنعمل ريتروفيت اي بي ايز بترجع لك ايتم واحد بس. انا ممكن من الاول اساسا هنا اقول له اوبزرفبل، طب انا بقى هاكسكيوت ريتروفيت اي بي اي دي على من دي بتاخد انتجر، هاكسكيوتها من 1 ل 10 او من 1 ل 4، خلينا في ارقام صغيره. observable from iterable list of 1 2 3 4. فاكر هو عمل ايه؟ هياخد 1 وبعدين يروح ينفوك retrofit API call 1 ويجي لك هنا باول ريزلت فيهم. تمام؟ وبعدين تعالى نعمله في سبسكرايب بس دلوقتي عشان ايه يبقى المثال واضح. فين خلينا برنت لين على طول. بص المنظر ده كده، احنا عملنا كده ايه؟ الواحد بتخش تعمل ريتروفيت اي بي اي يرجع لك اوبزرفبل اوف ريزلت، وبعد كده بنسبسكرايب بنسبسكرايب على الريتيرن بقى بتاع الفلات ماب اللي هو الريزلت اللي جوه الاوبزرفبل. فانا هنا اديته 1 فراح عمل ريتروفيت كول وايه بالواحد ده، فرجع لي ريسبونس 1 في الواحد ده جوه الاوبزرفبل اللي هنا. بما ان دي فلات ماب فايه الخطوه اللي بعدها هو جايب لي اللي جوه الاوبزرفبل. فانا مشيت عملت الخطوه دي كام مره؟ 4 مرات. 1 دخل عمل ريتروفيت اي بي اي كول، رجع خلص اداك في الاون نكست. 2 دخل عمل ريتروفيت اي بي اي كول، رجع 2 في الاون نكست. 3 4 وبعد كده دخل في الاون كومبليت. تمام؟ الليست الثانيه معاه ايه؟ انت قصدك في الزب، يعني عايز تزب؟ انت عشان تشوف ان هي مش ما فيهاش ترتيب، يعني عايز كده؟ الناس الثانيه من مين؟ فرومتر بياخد بارامتر واحد بس. بيرجع لك observable of response. دي بترجع observable of response 1. اعمل بقى خش، انا كنت لسه هعمل حاجه الخطوه دي في اللي جاي يا ابني، اصبر عليا. ماشي، تعالى نشوف بس الترتيب. يعني انت مش محتاج كذا بارامتر، يعني هي المفروض دي ما تبقاش مترتبه 1 2 3 4 كده بالظبط، يعني هو عشان العدد صغير بس، يعني هو مش ده المتوقع، ما تعتمدش على ده. يعني مش متاخره، عايز ترتبها بتعمل ايه؟ بتعمل كونكات ماب، دي بتجارانتي الترتيب. كونكات ماب تبقى تضمن ان كل اكسكيوشن من دول بيحصل ورا بعض، وهي بتبقى على ثريد واحد، بتبقى ابطا. الفلات ماب بتبقى على مالتيبل ثريدز، طبعا هو يمكن عشان هنا شاف الرقم صغير فعملهم على ثريد واحد وخلاص يعني، بس فلات ماب هي بتوبتمايز الموضوع على مالتيبل ثريدز، فانت ما تقدرش تجارانتي الترتيب، فلازم تعرف انت تستخدم انهي واحده فيهم. في بقى سويتش ماب، دي اللي هي بتبدل الاوبزرفبلز بعضها، وده ده ده, ده موضوع ثاني خالص. ممكن اعمل واحده مثلا الايتم او الايتم اكتر من فانكشن مثلا. مش هعمل دي بس، مش هعمل ريتروفيت. ما احنا لسه دلوقتي كنا هندخل ريتروفيتس في بعضهم. يعني انا كنت اول حاجه كنت عامل لك ايه؟ كنت بوريك الريتروفيت اي بي اي 0 صح؟ مش كنت عملت كده؟ دي اول كول ريتروفيت اي بي اي كول. رجع لي اوبزرفبل فيه انتجر واحد بس. فعملت له فلات ماب بريتروفيت اي بي اي كول تاني بياخد الريزلت دي، فساعتها هيرجع لي هيرجع لي بقى ريزلت جوه ريتروفيت تاني كول. طيب انا بعد كده عايز اعمل الريتروفيت اي بي اي كول الثالثه اللي هي بتاخد سترينج مظبوط او بتاخد انتجر. استنى كده ببص تحت، استنى ثانيه واحده. اللي هي ال2 دي بتاخد ايه؟ بتاخد سترينج. انا مش عايز تاخد سترينج، انا عايز تاخد انتجر. انا عايز 2 دي تاخد انتجر علشان اخد الريزلت من اللي قبلها وادخلها فيها، يعني ادخل ريسبونس، يعني اخد ريكوست على ريسبونس ادخل بالظبط كده. فدي اللي هترجع لي السترينج. فانا ساعتها انا الراجل ده رجع لي دي الريتروفيت اي بي اي كول كانت بترجع لي ايه؟ اوبزرفبل اوف ريسبونس 1 لما عملتها فلات ماب. فاللي هيجي لي في الخطوه اللي بعدها هو اللي جوه الاوبزرفبل ده اللي هو ريسبونس 1. فانا هماب ريسبونس 1 ده بالظبط كده بالظبط كده. فانا دلوقتي لما جالي ريسبونس 1 انا عايز منه الانتجر اللي جواه عشان اعمل ريكوست اللي بعديه. فهقول له هات الات دوت فاليو، هات لي الانتجر اللي جواك. ماب بقى الانتجر اللي جوه ريسبونس 1، وبعدين هقول له دوت فلات ماب تاني ريتروفيت اي بي اي 2 اللي فيه اللي عايزه الانتجر ده. فساعتها هيروح ويرجع لي اوبزرفبل اوف ريسبونس 2. فانا ساعتها هاخد بقى الريزلت اللي هو الريسبونس 2 ريزلت ده اماب تاني. ماب دي بتحول، انت خدت بالك من الفرق ده دلوقتي ايه؟ ماب بتنقل ما بترجعش اوبزرفبل، بترجع اوبجكت عادي. لو هترجع اوبزرفبل وعايز الاوبجكت اللي جواه زي حركه حاجات ريتروفيت كده، فساعتها انت هتحتاج تفلات ماب. تمام؟ دي بنسميها بنفلاتن، يعني اللي هو بنبطط كده الاوبزرفبل. لما كان اوبزرفبل جوه اوبجكت لا شيل اوبزرفبل، يعني ايه؟ خليهم كلهم على ليفل واحد، فاهم؟ شيل اوبزرفبلز من الحزب. فانا هماب تاني ان انا هقول له هات الاوبزرفبل ريسبونس 2 دوت الفاليو اللي جواه السترينج، وبعدين هطبع السترينج. فطبع لي زيرو اللي هو الراجل اليتيم الزيرو اللي كان طالع من الاول ده اللي دخل في رحله شقاء وعناء. بس احنا عايزين نعمل فاليو دي، تعالى نعمل دي ايه مثلا؟ نقول كده فاليو از عشان يبقى سترينج، يعني بدل ما هو زيرو خلاص كده نعمل اي منظر. احنا ما دخلناش لسه في الموضوع. بص للكود، هو فاليو از زيرو. احنا عملنا اول حاجه عملنا ريتروفيت اي بي اي كول، رجعت لنا ريسبونس از ان انتجر او ده اوبزرفبل فيه انتجر. بعدين عايزين ناخد الانتجر ده ونستخدمه في ميثود ثانيه بترجع لي اوبزرفبل، بس في الاخر انا عايز اكمل الاستريم بتاعي. فانا جيت هنا قلت له يفلات ماب مش يماب، واديته الانتجر ده ريتروفيت اي بي اي كول ثانيه، فرجعت لي اوبزرفبل اوف ريسبونس اوبجكت ريسبونس 1. فساعتها انا الريسبونس ده بما ان انا فلات ماب ما رجعليش الاوبزرفبل اوف ريسبونس 1، رجع لي ريسبونس 1 اللي جواه على طول عشان اكمل. فساعتها انا قلت له هات بقى الفاليو اللي في ريسبونس 1 دي، وبعدين ايه؟ فلات ماب تاني هتروح تكسير مثلا هترجع لك اوبزرفبل، فهات لي اللي جواها بعد كده على اي بي اي كول 2. وبعد ما رجعت بقى ماب ثالث بالفاليو وبعد كده بسبسكرايب. فنرجع نبص بقى هنا للدياجرام بتاع فلات ماب تاني. يعني ممكن الاول دياجرام من غير كود ما كانش يبقى واضح، ممكن بكود الناس ممكن تحاول تبص فيه وتقارنه بكود تحاول تجمع شويه. هو في ايه بالظبط؟ ايه ده؟ لا فلات ماب اهي. ماشي، فنبص كده المنظر بقى. معلش راجعوا معايا المنظر تاني. ان انا لما بيجي بياخد الاب ستريم بتاعه بيجي له دايره حمراء، فبياخد الدايره دي ويرجع اوبزرفبل اوف مربعات في الفلات ماب، فالداون ستريم بيوصل له ايه؟ المربعات نفسها مش الاوبزرفبل اوف المربعات. فاحنا بنيجي بنعمل الاب ستريم بتاعنا الرقم البارامتر اللي هنديه ريتروفيت كول، بنعمل ريتروفيت كول فبيرجع لنا الريتروفيت كول بترجع اوبزرفبل اوف ريسبونس، فبما اننا بناديها في فلات ماب فبترجع لنا الريسبونس اللي جوه الاوبزرفبل ده على طول عشان نكمل عليه. ماشي؟ انا تاني فلات ماب دي قرفتني عقبال ما فهمتها، فلو في حد مش مجمع ده العادي اصلا يعني عشان نبقى واضحين. طب ثانيه كده بس عشان حاضر. الاول اول حاجه observable of z انا عملت فلات ماب عليه اللي هو خدت الفاليو اللي جواه اللي هو الزيرو عملت ايه؟ حولتيه observable of response 1. لا بس ثانيه واحده، انت بنيتي ميثود هي جواها الفانكشن اللي جوه دي بتعمل ايه؟ بتاخد الزيرو وترجع لك observable of response 1. الفلات ماب مش هترجع لك observable of response 1، هترجع لك response 1 على طول. مظبوط. اه خدت الاوبزرفبل اوف ريسبونس 1 ورجعت لك الفاليو اللي جواها. دي الفلات ماب رجعت لك الريسبونس 1 كده. الفلات ماب بترجع لي الريسبونس، بترجع لك الاوبجكت اللي جوه الاوبزرفبل. مش دي بترجع اوبزرفبل اوف ريسبونس 1. فالفلات ماب هترجع لك اللي جوه الاوبزرفبل اللي هو الريسبونس 1 عشان تكملي عليه. الفلات ماب لا استنى اللي انا شفته من الرسم الداون ستريم والاب ستريم والكلام ده ان الفلات ماب بتاخد الفاليو وبتحولها للاوبزرفبل. لا هي الفلات ماب اهو بصي مش الصور دي حولناها للدايموند. هو الدايموند ده كان الفاليوز اللي جوه الاوبزرفبلز مش الاوبزرفبلز نفسها. انا ما اعرفش عندي ليه كل ما اجي اعمل الحاجات دي بقعد يهنج. لا تاني يعني مش انت شايفه جوه الفلات ماب شايفه الفانكشن شكلها عامل ازاي؟ بياخد دايره ويرجع لك ستريم اوف مربعات. observable of مربعات observable of values، فهو بينزلك تحت ايه؟ المربعات على طول مش الستريم نفسه، بينزلك المربعات على طول. الفرق اهو، الفرق في الدوكيومنتيشن والفلات ماب والكونكات ماب. بص الالوان مش شرط ان هي تجارانتي الترتيب، بس دي الفكره كلها. يعني انا عندي وقت واحده بتاخد فاليو ثانيه مين واحده دي؟ مين واحده؟ ماب بتشتغل على الفاليوز اللي جوه عادي جدا وبترجع لك الريتيرن بتاع الفانكشن اللي جوه زي ما هو. الماب بتاخد فانكشن، بص على الفانكشن اللي جوه تتفهم. ماب بتاخد فانكشن بتاخد اوبجكت وترجع اوبجكت وبترجع لك الاوبجكت ده زي ما هو تكملي عليه. الفلات ماب بتاخد فانكشن بتاخد اوبجكت وترجع لك اوبزرفبل وبعدين ترجع وهي تجيب لك الايتمز اللي جوه الاوبزرفبل. يعني بحيث ان انا لو جيت عملت فلات ماب وبعدها الماب الاكس دي بتبقى الفاليوز اللي جوه او الاكس الاوبزرفبل ضد الفاليو اللي جوه. وانا مش فاهمه انت الخطوه اللي بعد الفلات ماب الفانكشن اللي جوه الفلات ماب بتعمل ايه؟ الثانيه فانكشن الفانكشن دي بتاخد البارامتر بتاع الحاجه اللي جوه الستريم دلوقتي اللي في الاب ستريم، والفانكشن دي المفروض ترجع اوبزرفبل اوف داتا. ماشي؟ فلات ماب بقى الداون ستريم بتاعها مين؟ الداتا اللي جوه الاوبزرفبلز دي مش الاوبزرفبلز نفسها. فعمرها ما هترجع لك اوبزرفبل تشتغل عليه، هي هترجع لك الداتا اللي جوه الاوبزرفبل تشتغل عليه. كانك عملتي ماب ورجعتي الاول اوبزرفبل وبعدين عملتي ماب تاني عشان تفكي الاوبزرفبل ده اللي عادي. ماشي؟ طيب حد عنده مشكله في الفلات ماب؟ ورا بعض هو زي ما هو كده، هو عمل كده ايه؟ ورا بعض. يعني انا كده ده الفلات ماب في الاكزامبل ده هتطلع لك 3 اوبزرفبلز ورا بعض، فكل اوبزرفبل فيها 2 ايتمز، فبدل ما تطلع لك 3 اوبزرفبلز ايه؟ فانت تعمل فلات ماب اوف، يعني انت عايز فلات ماب ترجع لك اوبزرفبل اوف اوبزرفبلز. انت الفانكشن اللي جوه الفلات ماب هترجع لك ايه؟ الفانكشن اللي جوه. لا الفانكشن اللي جوه فلات ماب هي ما بتقبلش الفلات ماب بتاخد فانكشن، لازم ترجع اوبزرفبل اوف حاجه. الريزلت بتاع الفانكشن اللي جوه الفلات ماب بترجع اوبزرفبل اوف حاجه. والفلات ماب بتفكهولك بعد كده، بتترجمهولك. حلو بالظبط كده. لا ده 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 نستنج في نستنج، وهات فلات ماب على تاني لو هم اوبزرفبلز تاني. بس يعني في حاجات زي جروب باي وحاجات زي كده، يعني في اوبريتورز للحاجات المعقده اكتر من كده. بس انت عشان تخش ليفل معقد يعني كده صعب قوي، يعني ليست اوف اوبزرفبلز ترجع اوبزرفبل اوف اوبزرفبلز، يعني ما فيش كيس، دي نادر قوي تعملها يعني. طيب يهمني نقطه بقى، الناس تعمل كده مع المابينج والفلات مابينج. عندي مش هي الايتم ده الداون ستريم بتاعه، الايتمز اللي في الليست بيعمل البروسيس ده كله، مع كل ايتم بيحصل له ايميشن في الستريم ده. ارك جافا بتهندل الكلام ده. الفلات ماب لان هي مش على ثريد واحد فهو مش فارقه معاه، يعني ممكن ده ياخد ثانيتين، ده ياخد ثانيه، ده ياخد 3 ثواني. في الاخر انت هيجي لك في الخطوه دي هيجي لك الريزلتس مش مترتبه على حسب كل واحد خلص في قد ايه. هو ده الفكره من الرسمه اللي هي بيقول لك يعني انت مش بتجرانتي الترتيب. عايز تبلوك كل واحده على اللي قبلها بتستخدم كونكات ماب مش فلات ماب، فده حسب اليوز كيس بتاعتك انت. اهم حاجه بقى ان احنا لو عملنا كده، لو جينا نستخدم بقى الطريقه بتاعت الثريدنج بتاعتنا وقلنا له هنا سبسكرايب اون في ايه يا جدعان؟ مش فاهم حاجه. ايه؟ ايه؟ مش عايز، طب مش عايز ارد وانا بكتب يعني. شايفين الحركه دي لو عملناها هنا، يعني سبسكرايب اون دي عايده على مين؟ سبسكرايب اون عايده على اول خطوه في الستريم بس. يعني انا لو حطيت سبسكرايب اون هنا هي عايده على الخطوه دي، ولو كانت دي مثلا اوبزرفبل دوت جاست فهو مفيش حاجه حصلت اصلا، يعني جاست مش بمالتي ثريد اساسا، هو بيديك الايتم بقى. انا السبسكرايب اون مش فارق مكانها فين قوي، السبسكرايب اون مش فارق مكانها فين قوي، لان السبسكرايب اون عايده على اول خطوه بس، عايده على وانت بتكريتي الاوبزرفبل، مش فارق في حته. السبسكرايب اون مش فارق، الاوبزرف اون هي اللي فارقه، لان الاوبزرف اون الافكت بتاعها بينطبق على الستبس اللي بعدها. يعني انا المفروض اول ما ببتدي اي ستريم بقول له هنا ايه، انا في ريتروفيت اي بي اي كول هنا سبسكرايب اون سكيدجرز اي او، ده منطقي جدا لان ده ريتروفيت اي بي اي كول. الاوبزرف اون هنا هتبقى برضو اي او لان انا لسه هعمل ريتروفيت اي بي اي كولز تاني، فانا كده باوبزرف اون من هنا. السبسكرايب اون باوبزرف اون قبل لما الكود يوصل هنا هيكون الثريد اللي احنا شغالين عليه ايه؟ ده اللي في الاوبزرف اون ده. فانا ممكن في الاخر خالص هنا اقول له دوت اوبزرف اون بقى ايه؟ لو في يعني كل اوبزرف اون تاخد افكت على الخطوات اللي بعدها. بس هو بس ربنا يكرمه ويدوس انتر. لو نبي فالشكل ده كده حصل ايه؟ اول حاجه انا وانا بستارت الستريم او الاوبزرفبل وانا بكريته، الحاجه اللي جواه الفروم كوربل اللي جواه او ايا كان ايه هي هتشتغل على اي او ثريد، تمام؟ لان هي سبسكرايب 1. وبعد كده الخطوات الجايه كمان اوبزرف 1 ايه على الاي او ثريد تاني برضو، لان الخطوات الجايه كلها تحتاج اي او اوبريشنز. وبعد ما اخلص كل حاجه في الاخر باوبزرف اون بقى ايه على المين ثريد بتاعي، عشان اكسكيوت البرنت دي. فانتوا فاكرين احنا في الاساينج تاسكس لما بيبقى في دو ان باك جراوند ومش عارف، لا احنا هنا في ارك جافا الليفل بتاع الكونكرنسي ان انا ممكن ما بين كل خطوتين ثلاثه اوبزرف اون على ثريدز مختلفه. يعني انا ممكن في النص هنا لو بابديت يو اي هاوبزرف اون المين ثريد واعمل الخطوه اللي بتابديت اليو اي وبعدين ارجع اوبزرف اون على الاي او ثريدز ثاني واكمل بسطر. طيب السبسكرايب اون بتأفكت مين او بتخلي مين اللي يشتغل على الثريد بتاع السبسكرايب اون ده اول خطوه بس في اللي هو الاوبزرفبل فروم كولابل او فروم ايتربل، او يعني اول خطوه بس هي دي الافكتد بالسبسكرايب اون. الاوبزرف اون بتاثر على الخطوات بتاعه اللي تحتها. فانا هنا اول حاجه بعملها ايه؟ انا عملت دي ريتروفيت اي بي اي كول، هو طبعا مفيش اكسكيوشن بيحصل قبل ما تقول سبسكرايب، فكل ده ليزي. يعني مش معنى انك بتقول بالديكلير ميثود دي انه هيروح يتكلم ريتروفيت فعلا، هو هيكلمها فعلا لما تقول سبسكرايب. تمام؟ فانت الاول بتقول له انا عندي ريتروفيت اي بي اي كول هعمل لها سبسكرايب اون الاي او ثريدز، وبعدين هاوبزرف اون بقى الخطوات اللي بعد كده. هاوبزرف اون ايه؟ على اي او ثريد برضه، مش هاوبزرف اون على ثريد، هاوبزرف اون الاي او ثريد. وبعد كده هعمل ريتروفيت اي بي اي كول ثانيه. ده كله ينطبق تحت الاوبزرف اون، لان انا دلوقتي بلعب على الريزلتس خلاص. وبعدين ريتروفيت ثالثه ده لازم يبقى في الاي او، فبروح بقى اعمل اوبزرف اون تاني قبل الخطوه اللي انا هعمل فيها على اليو اي، واقول له ايه؟ روح على المين ثريد. فسي مثلا ان انا بعد الخطوه دي كنت هشوف بروجرس من الستريم بتاعي، فتحت اللاين ده هقول له اوبزرف اون المين ثريد، وبعدين هروح اقول له مثلا يشو بروجرس مثلا في حاجه اسمها دو اون نكست اللي هو اعمل الخطوه دي يعني وكمل شو بروجرس، وبعدين هقول له اوبزرف اون الاي او بقى تاني علشان انا هكمل لسه الباقي ده على الاي او تاني. فانا ممكن اوبزرف اون كذا مره، وكل سطر الاوبزرف اون بتاثر على السطور اللي تحتها. معايا؟ على حسب، لا يعني على حسب، يعني انت لوجيكلي يعني مثلا اديك عملت هنا 3 ريتروفيت اي بي اي كولز، وفي الاخر انت عايز بص يعني طول ما هو كل واحده منهم ميثود ريدابل فانكشن ريدابل، واللي بره دي بتجمع فانكشنز تعمل حاجه واحده، يعني بتكمبوز الفانكشنز دي عشان في الاخر يسيرف حاجه واحده، ما انت بترترن حاجه في الاخر هنا، فخلاص مش فارقه. اهم حاجه ان هم ريدابل، يعني ما تجيش تعملي في واحد من دول تلاقي واحده مفتوحه كده ومثلا وشويه لوجيك كتير قد هنا وبعدين دي نفس الكلام، فاهم؟ لا ما يبقاش المنظر كده، يعني ما تبقاش حاجات كده يعني وفي في في لخبطه في النص بالظبط كده. فاهم حاجه ريدابيلتي، يعني دايما مشاكل اركس جافا الناس تقعد تعمل انر كلاسز جوه، مش كده بتقعد تكتب لوجيك جوه، يعني دي تبقى مكتوب اللوجيك بتاع ريتروفيت هنا في الحته دي كده، مش بينادي ميثود ثانيه مثلا بتعمل حاجه، فاهم؟ بس يعني مش مشكله طول الستريم، ما فيش مشكله ما دام ريدابل خلاص، ما دام بيعمل حاجه واحده ده في الاخر بيخدم اللي الفانكشن الكبير عايزاه بس خلاص. بالظبط ما هتأثر على السبسكرايب نفسها، ان السبسكرايب دي هتجيت انفوكد على المين ثريد. يعني كده الشغل اللي انت عملتيه ده كله على الباك جراوند وجيتي هنا الخطوه دي بقت على المين ثريد، مش دي السبسكرايب دي هي اللي تحت الاوبزرف اون. بس السبسكرايب كده كانها بتكسكيوت كل لا هو انترنالي هيجي اكسكيوت البلوكس اوف كود دي على باك جراوند ثريد، وبعدين يجي يروح ينوتيفاي السبسكرايب على المين ثريد. بتاع الاوبزرف اون اللي انت قلته بالظبط كده. فانا هنا ابتديت زي مثلا برش سكيدجر اي او، هنا ابتديت سكيدجرز وكمبيوتيشن ماشي، فانا عملت اكسكيوت ده على الكمبيوتيشن ثريد، وبعدين قلت له بقى ايه الخطوات اللي جايه اوبزرف اون ايه على الاي او، عمل كل ده على الاي او. في كل اتريشن بيسويتش ثريدز ويعمل كل ده، وبيبقى بسرعه جدا لان دي بتبقى كاشت بولز ثريد بولز كاشت ثريد بولز، فيعني ما تخافيش من ثريدنج. وبعدين يجي على السبسكرايب قبل ما ينفوك السبسكرايب بتاعتك يروح جاي على المين ثريد، ويرجع تاني يعمل ويسويتش ويعمل وبعدين يرجع على المينثريد، يرجع يعمل ويسويتش ويرجع على المينثريد. فبيفضل يسويتش ثريدز مع كل اوبزرف اون بير كل ايتم، وهم مظبطين البرفورمانس من عندهم ان هو يبقى الدنيا ما فيهاش مشاكل. احنا مش محتاجين نكير اباوت الكلام ده واحنا بنستخدم اركس جافا. تمام؟ ايه؟ ده ثريد بول للكمبيوتيشنز، الحسابات اللي فيها ديليز، اللي فيها الكمبيوتيشنز مش بتاكسس ديسك مش بتاكسس نتورك، فساعتها بتقول له انت اشتغل على كمبيوتيشن، على ثريد من الثريدز بتاعت الكمبيوتيشن. هم مظبطين السيتنجز بتاعت الثريد بولز بتاعتهم ان هي تادابت لطبيعه الحاجات دي عشان البرفورمانس. فلو انت بتتكلم مثلا اي بي اي كول ما تروحش على كمبيوتيشن، بتروح على الاي او، فاهم؟ انما انت بتعمل حاجات فيها ديليز، فيها حاجات هذه مثلا قاعد بتكونفرت في حاجات هتاخد وقت طويل مش عارف ايه كده، فساعتها دي كومبيوتيشنز، فروح على ثريد من الثريدز بتاعت الكومبيوتيشنز. عكس بالظبط. يعني مثلا دلوقتي انا جايز اعمل مثلا الاوبزرفبل، فانا عايز اجيب البانل عشان لا انت فاهمه العكس بالظبط. العكس بالظبط. العكس بالظبط. يعني انا مثلا عندي الكلاس ماب بتاع الفاليو اللي جوه الاوبزرفبل اللي جوه والماب بترجع لك الريزلت زي ما هي. يعني الكلاس ماب دي بترجع لي الفاليو من جوه الاوبزرفبل. اه. طب هو ايه الكلاس ماب الاولانيه؟ تعال اهو وبعدين دي بترجع ايه هنا؟ بترجع observable of response to response one. ماشي. ثانية واحدة. response one dot value دي بترجع integer. اظبط لك ال هشيل الكيتس كلها. وبعدين الماب دي بترجع، ده بيرجع string. يلا هترجع لك اوبزرفبل اوف زيرو. اوبزرفبل شايل فاليوز ناقص لما حد سبسكرايب عليها يعمل اوبميشنز. حلو ماشي. مظبوط. ايه اوبزرفبل اوف زيرو؟ بص الامبلمنتيشن بتاعها عشان ترتاحي، ده الامبلمنتيشن بتاع اوبزرفبل دوت جاست زيرو، لما حد سبسكرايب عليه هيروح مديله الزيرو ده. تمام؟ سوري. ها. طيب قلت له بقى كلاس ماب، الماب دي قلت له اعمل لي الايكون 1، شوف الانترنال هو 0. بالظبط. صح كده؟ الفاليو بيراجع من هو اللي موجود في السترينج، دلوقتي في الاب سترينج. حلو. ريتروفيت الايكون 1 دي بترجع ايه؟ بترجع اوبزرفبل، بترجع ها؟ لا بترجع اوبزرفبل. احنا ريتروفيت عمال بيراجع اوبزرفبل. حلو بيراجع اوبزرفبل اوف ريسبونس 1. ريسبونس 1 اللي هو تقريبا كان واحد ولا كان كام؟ ريسبونس 1 مش ريسبونس 1 اوبجكت. الماب بقى اسست الفاليو اللي هو دي. حلو الماب دي اساسا ايه اللي جالها بعد كده؟ الداون ستريم بتاع الفلات ماب طلع منها ايه في الاخر؟ طلع منها اوبزرفبل اوف زيرو. لا طلع منها 1. طلع منها ريسبونس 1. تمام؟ فده الاب ستريم بتاع الماب دلوقتي. بقى عندي بالظبط كده. الماب دلوقتي داخل لها ريسبونس 1 اهو. فقلت له هات لي الفاليو بحولها ريسبونس اوندد فاليو، فهي في الماب بترجع الريزلت دي على طول من غير ما تفكر. فالماب بدل ما كان عندي في الستريم ريسبونس 1 دخل على الفانكشن بتاع الماب رجع ريسبونس اوندد فاليو اللي هو الانتجر. هو ريسبونس 1 ده عباره عن اوبجكت عادي خالص. اه في اهو ده دي كلاسز عاديه يا جماعه. الفاليو ده اسم الفاريبل اللي جوه. انا يعني عشان اريحكم ماي فاليو، انا اسف مش يعني ما علينا. المهم بالظبط كده بقى عندي الانتجر. اه مظبوط. اه مظبوط. دخل على الفلات ماب رجع لي كنت اخذته ورجع لي اوبسرفبل اوف ريسبونس 2. مظبوط كده. دخل الكويز بقى عندي اللي هو الاثنين فوق في الاون سكرين قبل ما يطلع الماب. بالظبط كده. دخل على الماب رجع لي الريسبونس 2 دي هي الفاليو اللي جوه الاوبزرفبل. ده كان جوه الاوبزرفبل بتاع الريتروفيت. بص على الكلاس فوق اهو، بص على الكلاس فوق. ماشي، هو المفروض السترينج يعني اه اليوزر الثاني ليه المفروض السترينج، خد السترينج ده بس يكتب اليوزر الثاني طبعا السترينج. مظبوط كده. الحمد لله. طيب في حد يا جماعه لسه مش مجمع قوي حته الماب والفلات ماب؟ في حد مش مجمع الماب والفلات ماب؟ انا مش مريحني السكوت. بصوا انا ما قلتلكوش ان يعني انا اللي يهمني هنا بس ان احنا نكراك ذا سيرفيس، تعرفوا ان ده موجود ده موجود ده موجود، وحتى اقعدوا ذاكروا مع نفسكم تاني. اركس جافا بتاخد يعني انا شخصيا اخذت معايا 6 شهور ممارسه عشان اعرف جيت انتو ان انا بكتب كود اركس جافا بقى عادي وبتاع. برضه ده السبب ان ما كانش في حد يشرح لي اي حاجه، كنت بقعد اقرا ما بلاقيش. فممكن يبقوا يمكن الحاجات دي بالنسبه لكم تاثر المده شويه، تسهل شويه، بس على الاقل انا بحاول اوريكم بس الحاجات اللي موجوده وانتوا اقعدوا مع نفسكم وتذاكروا. كده كده محدش هيطلع من هنا يكتب اركس جافا، الموضوع مش بيتاخد في ساعه ولا في يوم يعني، ولا في 3 ايام حتى. كان يعني في كراش كورس 3 ايام عشان بس نوضح للناس ايه الاوبريتورز الموجوده بس. فيعني ده متوقع، محدش يفتكر انه يطلع من الكلمتين اللي عدت الساعه دي بيكتب اركس. ما هو يعني يعني بص دلوقتي انا في الكيسز الكومن بتاعتنا ان انا ايه، ان انا عايز اجمع كذا اي بي اي كول، فدي معانا هنا. في ان انا عايز اتشين كذا اي بي اي كول، ففي هنا مثلا. والمالتي ثريدنج انا قلت لكم في التشيننج خلاص، انا كنت عايز اوريكم بس اوبزرف اون سبسكرايب اون فكره المالتي ثريدنج دي هنا. الفكره ان اي اوبريشن من دول عشان بس نرجع نريكاب تاني يعني. زي مثلا لو الخطوه دي ضرب اي بي اي كول ايرور اكسبشن، هو ريتروفيت بيعمل كده. لو في ايرور ريسبونس ايرور بيرمي اكسبشن، فساعتها هيروح نازل لي في السبسكرايب في تاني بارامتر بتاعه الايرور، وكل ده مش هيحصل. فاهمين الفكره؟ بيستوب الستريم خلاص، اي اكسبشن بيستوب الستريم. طيب ايه؟ انا هنا مش مهندل فيضرب لك اكسبشن هيقول لك ان هاندلد on error not implemented exception. هو ارك جافا يضرب لي exception اسمه on error not implemented. بتعملي كده. اه بالظبط. كومبليت احنا ما بنحتاجهاش قوي لانه مش مضمون، لانه ضرب exception مش هخش فيها. بالظبط كده. هو انت مبدئيا رقم 1 انت كده بالنسبه لك الستريم ده عندك تنستاك تريس، بس انا مش هقول لك بالكلمه دي. في حاجه اسمها في اوبريتور، ده في اوبريتورز اسمها دو اون، دي علشان نعمل بيها حاجه احنا ضامنين انها مش هتكراش، لان لو حصل فيها كراش مش هنحس بيه. فمثلا انا عندي هنا مثلا ده ادي اول اوبريشن اهو، وهنا اقول له هنا ايه دو اون ايرور مثلا ايه برنت دون ايرور، يعني لو حصل ايرور في الخطوه اللي قبليك او في الخطوات اللي قبليك، مثلا برنت هنا ايه، برنت مثلا الدوت مسج، مثلا المسج بتاعت الايرور دي مثلا او ايا كان. فالخطوه دي انت ممكن مثلا عايزه عندك تشيك بوينت اكيد هو ما عملش كراش فيها، فانت ممكن تحطي دي اون ايرور هنا مثلا. انا بوريك ده مثال بس مش احسن حاجه. دي اون ايرور هنا وهكذا. فهو طول ما هو بيعدي بامان من الخطوه دي مش هيخش في دون ايرور خالص، لحد اما يحصل اكسبشن في حته معينه، فانت ساعتها تعرفي انهي دون ايرور مسج هي طلعت. دي طريقه. في طريقه ثانيه، في على فكره زي دون ايرور، في دو اون نيكست. دو نيكست ده انا عايز اعمل حاجه برده على جنب كده متاكد ان هي مش هتكراش، زي يعني ايه، وفي دو اون كومبليت، وفي دو فاينالي، يعني بعد ما تقفل الستريم خالص سواء كان باكسبشن او بكومبليت، دو فاينالي دي دايما بنعملها عشان نقفل بيها البروجرس بارز. في مثلا في اون ايرور، مثلا في ايه، اون ايرور ريزيوم نيكست او اون ايرور ريتيرن. شايفه الاون ايرور دي؟ في اون ايرور ريزيوم نيكست دي يعني لما يحصل ايرور رجع لي بقى ايه، اوبزرفبل بيديني الايتمز دي، او اون ايرور ريتيرن، اون ايرور ريزيوم نيكست بيديكي النكست فانكشن، النكست ايتم في الستريم دي، وبعدين يقفل الستريم لو ايرور حصل. مثلا في اون ايرور ريتيرن دي اللي ايه، لو في ايرور حصل ريتيرن ستريم مختلف تماما. يعني مثلا انا بطلب ريتروفيت اي بي اي وبعدين رجع لي كراش، فانا طب انا كراشت من الناحيه دي، هروح دو اون ايرور ريتيرن، هروح اطلب ريتروفيت اي بي اي ثانيه خالص مثلا. يعني اصلا يعني قابلها كتير، يعني يقول لك حاجه واحده مثلا كذا يعني على بعض. لا في كيسز بتبقى كده على حسب، اصل على فكره دي مش شرط تكون ريتروفيت اي بي اي كول، ممكن يبقى اوبزرفبل عندك عادي. يعني انا عندي يوز كيس بترجع لي اوبزرفبل، لما خلصت اروح اعمل يوز كيس ثاني بترجع لي اوبزرفبل، يوز كيس ثالثه بترجع لي اوبزرفبل، وهم انترنال مثلا بيكسكيوتوا الكولز دي انترنال عندهم انت مش عارفه مثلا. فانت يعني مش شرط. في حاجه اسمها برضو، احنا هنا ممكن مثلا نعمل فلتر باي كونديشن يرجع لي ترو فولس في اي خطوه. فدي حاجه زي الاف الس، انه فكره ايه، ان انا عملت فلتر وربنا كرم وكتب، هاجي في الخطوه اللي بعدها مثلا، طيب انا بفلتر مثلا، فبفلتر الريسبونس اللي رجع لي ده او السترنج ده اللي لكم بكريتيريا معينه، ممكن اقول له هنا هو الفلتر ده بيرجع لي حاجه اسمها ميبي. يعني احنا كنا اوبزرفبل بس اتحولنا لميبي في النص واحنا شغالين، مش مهم الكلام ده. في اوبريتور اسمه ديفولت اف امتي، يعني دلوقتي انا بفلتر، انا بفلتر بان الريزلت دي جايه بشكل معين. طيب لو هي الفلتر ده مفيش ولا حاجه عدت، فساعتها بقى امتي، فبقول له ديفولت اف امتي هات الفاليو دي مثلا، دي كانها ان انا عايز يا اما كده يا اما ترجع لي الديفولت فاليو دي. تمام؟ ولسه كاتب ديفولت فيلم دلوقتي ما شاء الله. ايه؟ الفلتر لو ما فيش ولا حد عدى من الكونديشن بتاعها فالستريم بقى امتي، فساعتها هقول له ديفولت اف امتي. ديفولت اف، ما هو في ديفولت اف امتي بس. في ديفولت اف امتي بس في اركس جافا. في حاجات بقى تانية على الكولكشن بتاعت كوتلين اف امتي، وبياخد لامدا او فانكشن. في هنا تيك انلس، وفي تيك انتل، وفي تيك. بص في هنا ايه، سيبني انا مثلا، انا الستريم بتاعي بيبعت لي مثلا في النص بقى عباره عن اوبزرف، بيأمت مثلا 6 7 ايتمز في النص وانا شغال. فانا ممكن انا مثلا اقول له دوت تيك، فتيك دي بتاخد تيك كاونت، وممكن تيك ياخد تيك لاست، يعني هات لي اخر كذا ايتم. التيك دي هي تيك فيرست من الاخر. انا بس للاسف كل ما اخش في الدوكيومنتيشن بيقرفني. في تيك انتل دي عامله زي بالظبط التيك انلس بتاعت اسمها ايه، بياخد الايتمز طول ما هي مش بتميت كونديشن معين، نفس الافكار كده. ممكن تبص على الدوكيومنتيشن بتاعهم يعني. انا شايف تيك انتل بياخد اوبزرفبل لما يجي اميت. دي تيك انتل دي بتدي بتميكس 2 ستريمز مع بعض، بس ما علينا. في تيك انلس دي ممكن تبقى بتاعت كوتلين. كوتلين دي بتاعت كوتلين، تيك انلس دي. ايه؟ طبعا ينفع، بس تيك انلس ساعتها دي هتشتغل على الاوبزرفبل نفسه. يعني بص دي جايه لها هي مستنيه فانكشن بتاخد الاوبزرفبل اللي انت شغال عليه وبترجع. بالظبط. احنا ممكن نستخدم تيك انليست دي امتى؟ مش احنا في اليوز كيس بنشوف بروجرس الاول قبل ما نشتغل؟ انا هنا اللي هيحصل ان انا مفيش خطوه في النص هنا اقدر اشوف بروجرس فيها، لان كل اللي بيحصل ده بعد الريكوست اصلا، صح؟ فممكن مثلا انا عندي هنا بروجرس لايف داتا ميوتابل لايف داتا اوف بولين بيجي بروجرس، فانا هاجي هنا اقول له مثلا انا عندي كونديشن وعندي اتفقنا انه هقول له الراجل ده كده از ان ار اكستريم، يعني ده بيرجع لي اوبزرفبل. هقول له اوبزرفبل ده، وبعدين اقول له ده تيك انليس بتاعت كوتلين بقى نفسها. طبعا الف سلام عليك. طب احنا بس كنا محتاجين منك الفيديوز، هنعرف ناخدها منك ازاي؟ احمد يحيى ماشي خلاص اوكي. الف سلام عليك يا اسلام. انا شخصيا مش مع الفيديو ده. مش هو اسلام خلاص، اسلام انت مش معاك الايام كلها ما عدا النهارده طبعا، صح؟ خلاص طب كويس يعني معاك يعني. خلاص طب تمام حلو قوي، ناخدها منك النهارده. فانا هقول له تيك انليست بتاعت كوتلين، واجي اقول له مثلا ان البروجرس لايف داتا دوت فاليو اللي هي الفولس كونديشن بتاعي، وبعدين هنا ممكن اقول له اولسو انا ده كوتلين بقى، فاهمه؟ وهنا بروجرس لايف داتا دوت بوست فاليو بترو، وبعدين انا كده هنا ايه رجعت للارك ستريم بتاعي. فساعتها انا كده بدخل الكوتلين على اركس، وفي الاخر هنا بعد ما اخلص قبل اي حاجه وانا هنا على المين ثريد تاني بقول له دو فاينالي، انه سواء كان ايرور او سكسس بروجرس لايف داتا بوست فاليو فولس. دي ايه دو فاينالي بتاعت اركس. فاحنا هنا عملنا ايه؟ لعبناها ايه دي اركس جافا ستريم، وبعدين بقول لك انليس ان هو انا عندي بروجرس لايف داتا ده لسه مش شغال، اولسو شغل لي البروجرس لايف داتا، لان انا محتاج اعمل الخطوتين دول قبل السبسكرايب، انا عايز اعملهم دلوقتي حالا. فده كوتلين. وبعدين بقول له بقى بقيه الشغل بتاع اركس جافا العادي خالص اللي هيكسكيوت لما يحصل سبسكرايب، والخطوه دي اللي هي بتاعت فلات ماب دي هتحصل بعد الريزلت ده ما يجي. فانت فاهمه انت يعني بالظبط. فدي ميزه بقى ان انت بتشتغلي كوتلين، هي فانكشنال بروجرامنج، واركس جافا اوبريتورز هي نفس الفكره، الاثنين ديكلاريتيف، الاثنين نفس الافكار بالظبط، بس الفرق ان الاركس جافا هي ليزي، الكوتلين هتبقى اون ذا سبوت هتكسكيوت. فلما محتاج ابقى عايز حاجات تكسكيوت دلوقتي وانا شغال هعملها بكوتلين، لو عايز حاجات تشتغل ليزي زي الاركس عادي هكملها باركس عادي، لان انا ما اقدرش اقول له هنا مثلا ما اقدرش اخلي دي بكوتلين هنا، لان انا عملتها كانت اكسكيوت دلوقتي، انا عايزها تحصل جوه الاركس جافا ستريم لما يخلص ويجي يقفل نفسه. تمام؟ انا بتكلم فيه ده ليفل يعني مختلف، ان احنا ازاي نميكس وماتش كوتلين مع اركس جافا، هما مش بدل بعض، ان اركس جافا شايفه يعني الاوبريتورز كتير في اركس جافا، بس يعني دي طريقه لو هنعمل دي يوز كيس، دي براكتيكلي دي يوز كيس بتعمل 3 اي بي اي كولز معتمدين على بعض، وبتشو بروجرس وبتهايد بروجرس في الحاجات دي. وبعدين في الاخر ده بقى ابديتي بقى، على فكره انت مش لازم سبسكرايبي، يعني انت وانت شغاله اركس جافا انت هتقولي له دي بترجع الريزلت سترينج، فاقول له اوبزرفبل اوف سترينج، وساعتها انا هريتيرن الناس دي كلها من غير ما سبسكرايب، وهو هنا عشان اوبشنال فايه، او ممكن هنا كده اقول له يعني مش عايز اللي بره يحس ان انا في حاجه نال، اقول له طب لو كل ده بقى نال انا اساسا الدنيا امتي، فاقول له observable دوت empty، رجع لي empty observable. فالراجل اول ما سبسكرايب لك مفيش حاجه هتحصل وخلاص، وكان الدنيا فاكرين احنا في اليوز كيسز بتاعت لما كنا بناخد اللايف داتا من بره علشان الكيس بتاعت ان انا ما اعملش حاجه في اركس جافا، ما اعملش حاجه، ده جزء من الفريم ورك اصلا ان انا مش عايز اعمل حاجه. ما انا بقى لما سبسكرايب عليا من بره بقى، لما حد من بره يسبسكرايب عليا، يعني مش دي الميثود اهي، دي اللي اسمها مثلا كل ده فلات مابينج يوز كيس. فالراجل اللي هيناديها من بره فلات مابينج يوز كيس دوت سبسكرايب، ويعمل ال ده بروجرس لايف داتا، فاقول له انا ميوتابل لايف داتا يعني، وسبسكرايب، وساعتها هعمل الكود اللي كان بيسبسكرايب عادي. انا جاي لي سترينج، وممكن انا من عندي هنا بقى، وده البروجكت اللي كان كله اركس، كان نفس الكونسبت ان انا راجع هنا اركس، انا ده دلوقتي بقى ايه، اوبزرفبل اوف سترينج، ممكن اعمل ماب عليه واشتغل عليه وكل حاجه. وممكن برضو انا ما اعملش سبسكرايب وادي له حد تاني، واللي يعمل سبسكرايب يكون واحد بعد مليون خطوه في الاخر. فاهم الفكره؟ مفيش حاجه هترن الا السبسكرايب. ومن دول التريكي في الموضوع، دول كوتلين طبعا، دول كوتلين، فدول هيكسكيوتوا مع الانفوكيشن ده. بس هما برضو ايه يعني، هو التيك انلس، يعني هو انا عايزهم يكسكيوتوا اون ذا سبوت، يعني دول انا عاملهم كده عشان يكسكيوتوا بره الستريم. انا عايز اشوف بروجرس اول ما ابتدي اكسكيوت الميثود دي. فاهم الفكره؟ ايه؟ دون فاينل دي يعني في الحالتين، في السكسس في الايرور، خلص النكست ستيب بتاعتك او خلص الايرورز بتاعتك، وبعدين هتكسكيوت البلوك اوف كود ده. فانا ده انا محتاج اعمله على المين ثريد. فانا يعني الفكره انه اركس جافا فيها، لو شفت البروجكت بتاع RxJava اللي هو الاوبريتور اب بالجافا ده، هتلاقي ان انت من اول ليفل الانتيتيز لاير، الاوبجكتس بترجع ميبيز. فانت ممكن الاوبجكت ما يجيش يفكر يجيت الداتا كلاسز، بترجع ميبي اوف الفاليوز اللي جواها. فانت بتسبسكرايبي يعني لما يجي على اليو اي يكليك البوتن، ساعتها ممكن ينشايز الداتابيز، وبعدين يروح يشوف مش عارف ايه، وبعدين يبتدي اكسس الفاليو اللي جوه البوجو. كل الابلكيشن من اوله لاخره ليزي، ما فيش حد بيكسكيوت الكود اون ذا سبوت. فدي RxJava لما تاخديها في كل حته في البروجكت بتاعك، هتلاقي البروجكت بتاعك خفيف جدا، ما بيعملش حاجه، يعني هو طول الوقت كود واقف ما بيعملش حاجه. لما تستخدميه من بره، ساعتها ايه، كل ده هيرن مره واحده. ما كوتلين بتديكي كونسبت الليزي. RX باي ديفولت هي ليزي، يعني هي باي ديفولت مش بتعمل اي حاجه غير لما تسبسكرايب عليها، غير كده ما بتعملش اي حاجه خالص. وفينا هنا print len it. طيب الساعه 9 انا عاملها، هو برجع ديفلوب. ما احنا عاملين اكزامبل زي ده لما بتعملوا ببلش، ما هو الببلش سبجكت والبيهيفير سبجكت دول اوبزرفبلز، عرفهم وحط منهم النكست في اي حته، وانت بتسبسكرايب عليهم من الناحيه الثانيه، هيحصل الحركه بتاعت الستريمز. عندي سؤال هنا يا باشمهندس، بالنسبه للاوبزرفبل، لو انا عايز يكون مقام اللايف داتا، بمعنى ان انا عايزه لما الاكتيفيتي او غيره، او لما الاوبزرفرز اللي بيوبزرفوا عليه يخلصوا، هو يعمل اكشن معين. في حاجه اسمها لما الاوبزرفرز اللي بيوبزرفوا عليه خلصوا، هو يعمل حاجه معينه، هو اكشن معين. يعني لما يديسبوز كل الاوبزرفرز، في حاجه اسمها دو اون ديسبوز، بس ما بنستخدمهاش. بالمناسبه يا جماعه، في فرق بس بسيط مهم جدا ما بين البيهيفير سبجكتس والسبجكتس واللايف داتا، ان انا اللايف داتا ممكن اوبزرف عليها من كذا واحد، انما البيهيفير سبجكتس والسبجكتس او اوبزرفبل، عشان ابقى عندي كذا سبسكرايبر عليه، لازم انادي اوبريتور اسمه شير. يعني هنا قبل السبسكرايب دي لازم اقول له دوت شير، فده دلوقتي بيعمل لي زي كوبي تاني للسبسكرايبر ده. مفيش اوبزرفبل بيسبسكرايب على كذا، مفيش، يعني ما ينفعش اوبزرفبل واحد بكذا سبسكرايبر. ولو انا الاوبزرفبل ده هعمله لكذا سبسكرايبر، يبقى من الاول في الاوبزرفبل ده في خطه معينه اقول له دوت شير، او وانا بسبسكرايب عليه اناديه واقول له دوت شير، وبعدين اسبسكرايب عليه. لو ما عملتش كده، كل اوبزرفر او كل سبسكرايبر تقريبا بيريبليس اللي قبله، فالبيهيفير مش مضمون، وعشان كده ده الاوبريتور ده موجود عشان كده. ده الفرق بس، ان انا لو عندي لايف داتا اقدر اوبزرف من 100 حته، انما لو عندي اوبزرفبل لازم اقول شير من كل حته لو هم اكتر من واحد. تمام معايا في الحته دي؟ طيب الكروتينز سريعا بس، يعني مش عارف، ما اظنش هنلحق في الكروتينز. ايه؟ ايه؟ قوس اقلام؟ قوس اقلام، لا ماشي في السريع. طيب ايه فكره الكروتينز ككونسبت؟ الكروتينز من الاخر هي احنا عندنا في الجافا لما بنيجي نعمل ثريدز، فكل ثريد بيبقى ليه بيالوكيت ميموري بتاعته، ولما بيجي ستوب مش بيتشال يعني مش بيتشال على طول مع الستوبنج من الميموري، فبيسموها فوت برنت، ان كل ثريد بيبقى ليه فوت برنت في الميموري. فلما نيجي نعمل مثلا مليون ثريد مثلا، المليون ثريد دول محتاجين يالوكيتوا الميموري الاول، وبعدين غالبا هيضرب اوت اوف ميموري ايرور لان الرامات مش هتستحمل كميه الثريدز دي. فكوتلين طلعت لنا ايه؟ الثريدز عندنا ليميتد بالميموري، كل ثريد بيالوكيت ميموري ليه هو عشان يشتغل. فلو جيتي مثلا تعملي 100 مليون ثريد مثلا هيضرب، هيقول لك اوت اوف ميموري ايرور، ما عندوش ميموري لكل ده. والمشكله انه حتى لو عملتي 2000 ثريد مثلا وبعدين سبتيهم عملت لهم ستوب وخلاص، هما بيبقوا لسه في ميموري شويه لحد ما الجاربج كولكت. وانا ما دخلتش في حته الجاربج كولكشن بتاعت الثريدز دي قوي عشان اعرف يعني تفاصيل في الحته دي، بس الاكيد ان هو بيسيب بيفضل مالوكيت الميموري دي شويه بعد الستوبنج. طيب ف حلها في ايه؟ انا هفتح لكم بروجكت. انا بس ممكن اقفل ريكوردنج لان البروجكت ده ما ينفعش يتريكورد، يعني انا ده احنا هندردش كده مع بعض، او بالنسبه لنا احنا كده خلاص اريكس